يا هلا ويا مرحبا. اليوم صاير عليكم مخرج، انا حاط لكم كلاكيت اول مره ثاني مره، ويايب لكم هالزبيديه الطيبه وشويه عليها كلمه طيبه. يعيبون هالايام زبيدي ايراني بالحجم الكبير وسعره والله مو هين غالي، بس فقدنا الزبيدي من زمان وانا احب السمك. طبعا بنظفها قدامكم، بوريكم طريقتي، يعني في وايد طرق شفت حتى شوفوا احنا بطلهم بطنها بطرف السكينه، بطرف السكينه. ليش ما نبي نغزر داخل فيها حبول عشان الحبل يجي مو مبطوط. واختصرت لكم طبعا الشق وهذا والتنظيف. الحين احنا نبي نشيل منها الصفط هذا مالها، دليل انها فريش جدا جدا جدا. الزبيديه كل ما صار عليها وايد صفط، لان الصفط مالها يطيح كل ما اعتقد، فبنشيل منها الصفط. بس الحين بنحطها بالماي والثلج، وتدرون يعني دام انها فريش نحافظ عليها في كل الوسائل، كل الوسائل. هذا الصفط جديد حكيناه وشلناه وصارت بيضة وزبدة. والله ان الطيور يأذوني يحومون علي. مهم نظفناها الحين كذي ونستبعد الماي، ونظفنا الكاتنج بورد وكل شيء تمام. الحين ببذح الزبيدية. طبعا اليوم بسويها بطريقة غريبة عليكم كلكم كلكم كل بدون استثناء حتى انا. ليش؟ لان تألفت الحين. بنبذحها ثلاث شخطات من هني، ومن الصوب الثاني بعد ثلاث شخطات، وابيكم بعدين تعلموني شو اسمها. نبي نسميها اسم الطبخة هذه، ألفتها وصورتها في نفس الوقت، وانا المخرج وانا المعلق وانا الطباخ وسيناريو وحوار كل شيء، يعني كامل مكمل الموضوع عندي. حطينا بطنها بعد، انا وريتكم بطنها ابيض من داخل شحلاته وردي. بس هذا، وادري في ناس بيستنكرون ماكو بهارات. اي والله ماكو بهارات، والله لذيذة. المهم بنحط لها زيت ضحل، يعني مو غزير، هذا بس كافي وايد. وني حق الزبيدية ناخذها وعلى البارد نزل، ما عندك اي مشكلة. شايف ملاحظين الحركات؟ يعني نقطع مني ونقطع مني، تليفوني بس بتليفوني الحكي. الحين لاحظ، شوف الشقوق من اللي فوق اصلا قاعد تأثر من القلي، يعني حتى يعني الزيتي من تحت لفوق كذي. فهذا شوف الشقوق كبرت هني، وريحة السمك الحين تعرس البيت. حلو 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 كلش. تلاحظون الفقاعات خفت، هذا معناته انه تقريبا استوت السمكه، مو كامله. الحين خلينا نشوف، راح اقلبها وارجعها. شوف تبي شويه، ها شوف تبي، بس ان الفقاعات لما تخف يعني بدت مرحله النضج. ومن داخل يعني شفتوا القطع هذه من داخل عجيبه، صوب البطن وايد عجيبه. المهم هذه استوت الحين وبنشيلها. اوبا، كنا عندي كاملتين حطيناها هناك، والحين نرجع على المقلة ونبي نسوي الطبخة اللي أنا فكرت فيها، مع رغم قلة الخضروات اللي في السوبر ماركت. ماكو، يقولون فيه، لا والله ما في صج. يعني نروح نندقر، تحط ببالك أنت هذا البصل وهذا زنجبيل، تروح وتندقر يعني بالتلفزيون تشوف والله الجمعية عامرة، تروح هناك صخة خرمس ماكو شيء. هذا الزنجبيل حطيناه مع البصل. لا تستكثرون زيت السمك اللي انا قاعد اسوي فيه الخضره، هذا بعدين بنزله ينزل، راح تشوفون باخر الطبخه. بعد الزنجبيل راح ننزل الثوم. نزل الثوم يا سمي، هذا الثوم. وطبعا انا راح تشوفون الخضره اللي عندي كلها مثلجه، كل الخضره اللي راح انزلها كلها مثلجه. ليش؟ لان شرينا كميه وايد حلوه من الجمعيه وثلجناها. الحين هذا الفلفل الصغار تعرفونه صغير كلش، وايد حار، والاكله هذه انا الوحيد اللي باكلها، يعني ما راح يدشون عيالي ياكلون لان مسوي لهم اكل ثاني، وزوجتي ما تبي تاكل زبيدي اليوم، ما ادري ايش فيها.
فالفلفل متاح لي ان شاء الله. فشرينا ما شاء الله خضرة شكثرها، وكانت وايد فرش في اول الازمة. كان نقوم ونفرزن، هذا شبنت مفرزن، وهذه كزبرة مثلجة بعد بالفريزر، وبعدين بصل اخضر يبين بعدين. حرك يا السمي، نحرك شوية كذي. أيوة تأليف ترى، هذا كله تأليفي اليوم، وصورته بطريقة مختلفة بعد، دلعت التصوير والمونتاج أيضا. وهذا بصل أخضر بعد مثلج، وينقصني ألوان ثانية، يعني ينقصني مثل الجزر، ينقصني مثل الفلفل الحار أو البارد عفوا، الفلفل البارد ينقصني عشان يسوي ألوان. فصارت الأكلة كلها خضروات، اللي هو ورقيات خضرة كلها. وبعدين صبيت الصويا صوص، وش توليفة طلعت صراحة. وعندي لكم شوي قدام مفاجأة حلوة، راح يشاركني بالأكلة واحد بتشوفونه. بس الحين ترى خلصت الطبخة، خلصت مولية ما تبي إلا تسبيكة، والتسبيكة نزل عليها الزبيدية، هذه نزلنا عليها الزبيدية. وشفتوا القطعة هذه، ترى أنا ما كلها مساع، كانت وايد لذيذة. وهذه واحدة ثانية باكلها لذيذة، وهي مقلية بالملح، لذيذة جدا جدا جدا. والحين بنسبكها مع الخضار هذه ونشوف النتيجة بعد شوي، يمكن ضيفي يقول لكم شنو النتيجة. الحين بنغطي عليها وبعدين أنا بسكت. ليش؟ بنترك الحوار حق الضيف الجميل مالي. يا أملح أملح، أوكي Can you see here? Yeah, I can see. But you cannot see the birdie. Look. They can see. لازم يديني. They do anything for food. They still think they're babies. Color brown. I don't know. No, I don't think they were brown. They were just yeah, brown. They were brown. They were gray. Brown. بس ويسلم عليكم أملح ويقول لكم عوافي، والأكلة وايد لذيذة، لذيذة جدا. جربوها وعلموني.